احتفلت قوات الدفاع الجوي بالذكرى 53 لبناء حائط الصواريخ في 30 من يونيو عام 1970، والذي اتخذ عيدا لقوات الدفاع الجوي. عالم يموج بالصراع، تعصف بسلامته وأمنه، أصبحت فيه السماء مسرحا للعمليات. من يمتلكها يحظى بالتفوق والغلبة، فكانت حمايتها أساسا لفرض الهيمنة. مصر يحمي سماءها ومقدراتها رجال على أهبة الاستعداد للذود عن الوطن متى تطلب الأمر ذلك. إنهم قوات الدفاع الجوي، حماة السماء وحصن البناء. احتفلت قوات الدفاع الجوي بالذكرى 53 لبناء حائط الصواريخ في 30 من يونيو عام 1970، والذي اتخذ عيدا لقوات الدفاع الجوي. وبهذه المناسبة عقد الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي مؤتمرا صحفيا، وجه خلاله التحية والتقدير والاعتزاز لرجال الدفاع الجوي الذين قدموا أرواحهم وجسدوا أروع البطولات والتضحية العظيمة لتظل راية الوطن عالية خفاقة إلى أبد الدهر. صفحات تاريخ العسكرية المصرية لا تنضب، يسطرها الرجال بالبطولات والتضحيات، وبين طياته نجد الحدث الأبرز للقوة الرابعة في قواتنا المسلحة الباسلة يوم 30 من يونيو، والذي نحتفل فيه اليوم بالعيد 53 لقوات الدفاع الجوي المصري، والذي يعتبر بمثابة الإعلان الحقيقي عن بناء حائط الصواريخ عام 1970، والشاهد على تساقط طائرات العدو وبتر ذراعه الطولة، واللبنة الأولى في صرح الانتصار العظيم للجيش المصري في حرب أكتوبر 1973. وكان لزاما علينا في هذا اليوم التقدم بالشكر والعرفان للقادة والرواد الأوائل من رجال الدفاع الجوي الذين سبقونا في تولي المسؤولية وحملوا لواء الشرف والواجب، فاستحقوا منا كل التقدير والاعتزاز. كما أتوجه بالتحية لرجال الدفاع الجوي حماة سماء مصر ودرعها الواقي المرابطين في كافة ربوع وحدود مصرنا الحبيبة. كونوا دائما على قدر المسؤولية، وعند حسن ظن شعبكم الأبي كونوا أداة للتحديث والتطوير وبناء المستقبل. كونوا القدوة والمثل في نكران الذات فداء لوطننا الحبيب. ويسعدني في هذه المناسبة أن أوجه رسالة اطمئنان لشعب مصر الكريم، إن قواتكم قوات الدفاع الجوي تعمل ليلا ونهارا سلما وحربا، عازمة على حماية سماء مصر ضد كل من تسول له نفسه الاقتراب منها. ونجدد العهد معكم بالحفاظ على راية الوطن عالية خفاقة. وأننا إذ نؤكد للسيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن قوات الدفاع الجوي ماضية في التطوير والتحديث وزيادة قدرتها القتالية لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات، محافظين على سماء مصر سلما وحربا. ويشرفني ويشرف قوات الدفاع الجوي أن أتوجه بتحية إجلال وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مجددين العهد لسيادته أن تظل دوما قوات الدفاع الجوي جنودا أوفياء بناة للمستقبل، حافظين العهد، مضحين بكل غال ونفيس، نحفظ للأمة هيبتها ولسماء مصر قدسيتها، لتظل مصر درعا لأمتنا العربية. حمى الله مصر
شعبا عظيما وجيشا باسلا يحمي الإنجازات ويصون المقدسات. إنهم قوات الدفاع الجوي، حماة السماء وحصن البناء.